وبعدين بقى يا دكتوره بيقول حضرتك التوقيت ده، في ناس بقى بتصحى دلوقتي متاخر وبتصحى بعد العصر وبتصحى الظهر، يفطروا امتى ويتغدوا امتى ويتعشوا امتى؟ نظام حياتهم ازاي؟ بصي، النظام الغذائي لو انت جيتي مثلا في يعني في الاطفال عامه، اه ودلوقتي واخدين اجازه وانت قلت لهم هم بيصحوا متاخرين، انت هتقعدي معاهم هتقولي لهم ان احنا هنصحى بدري شويه وبعدين هنروح النادي نتمشى شويه، نبعد عن يعني ما نقعدش قدام التلفزيون كتير، ما نستخدمش اللاب كتير في حاجات الالعاب بتاعتهم، وفي نفس الوقت هتخيريه يعني انت قدامك يعني لو حطيتي له كوبايه فشار بدل ما هو بتسلع الشيبسي، يعني تمام. ايجاد البدائل في الاطفال ده مهم جدا. يعني انا احط قدامه فشار، احط قدامه كورن فليكس سله بيه مع ربع كوبايه لبن مع بيضايه. الاهتمام مثلا بدل ما بدي في الاطفال بدي الخضار كده، لا ابشره، يعني ابشر الجزر، ابشر البنجر، هو مش هيحس بيه وفي نفس الوقت هو هيروح جاي معانا يا يتسلى. دكتور.